الرحيم أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم بكل خير، نحييكم أجمل تحية من جديد في انطلاقات هذا الصباح المميز والصباح الجميل الذي يحمل تحديات سن اللقاية، سن المتعة والإثارة هنا في انطلاقات المرموم لسباقات الهجن العربية الأصيلة. أسير بحضراتكم نحو الجولة الثانية والتي تحمل في طياتها الكثير من هذه الشعارات في منافسات قمة القمم في يوم اللقاية، يوم المفاجآت الرسمية التي تشاهد وتتابع من خلف شاشة دبي ريسنج. المركز الأول يتقدم شعار معالي الشيخ محمد بن بطي الحامد حيث يحقق مع فرق الناموس حتى هذه اللحظات بالمركز الأول، مختار بن أحمد في عملية التضمير والتدريب. المركز الثاني الشاهينية التابعة لهجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي، النقلة على أم خيفة. في المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم المضمر بسري بن سالم بالعرطي الحميري. المركز الرابع وصول بن صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مضمرا ومتابعا ياتي عبد الله بن سالم المسافري. والمركز الخامس وصلت الان اسباب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمرها سيفه بن احمد بن خريده. اما المركز السادس فالانتقاله التاليه لاعلى شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، هذه وهيله يضمرها سعيد بن عبيد بن مروشد يحتل المركز الثامن. بينما تاسع المراكز وصلت الشاهينيه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المضمر عبيد بن محمد بن ضبيعه. المركز الثامن هذه اللي وصلت الشامخه لسمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوم المضمر سيفه بن مبارك بن غويث. المركز العاشر هجن الرياسه تقدم لنا سرابه مع المضمر الفيلسوف احمد بن مطر بن مايد الخيلي. هذه هي النتيجه للعشره الاسماء الاولى المتقدمه في انطلاقه الجوله الثانيه، بدايه الجوله الثانيه حيث المنافسات القويه مع سن اللقايه كما نشاهد ونتابع من خلال الانطلاق والتحدي. فرق لا زالت مسيطره، فرق لا زالت مسيطره على ناموس الشوط، ولكن الشاهينيه تتسلل، الشاهينيه لهجن العاصفه تتسلل للمركز الاول، يضمرها غياث الهلالي نحو الصداره والقمه. فرق تحتل المركز الثاني لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد يضمرها ويتابعها المضمر مختار بن احمد ياتي على المركز الثاني. بينما المركز الثالث هذه وصلت الان مخيفه لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم يضمرها بسري بن سالم بالعرطي الحميري، ينخطف من الشاهينيه ثالث المراكز لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المضمر عبيد بن محمد بالضبيعه. والشاهينيه قادمه في المركز الخامس لهجن العاصفه بقياده غياث الهلالي. المركز السادس من الجانب الاخر لسمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوم، هذه شامخه ويضمرها سيف بن مبارك بن غويث ياتي في سادس المراكز. بينما المركز السابع وهيله لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المضمر سعيد بن عبيد بن مروشد. والمركز الثامن هجن العاصفه تقدم الشاهينيه مع غياث الهلالي. هجن الرياسه تحتل المركز التاسع بقياده الفيلسوف احمد بن مطر بن مايد الخيالي. وهجن ند الشبا تلتحق بالمركز العاشر مع سالم بن سعيد. أعود إلى المقدمة والكيلو الأخير، الكيلو الخطير، ولكن لا زالت هناك المقدمة مع فرق، واللي ما بينها وبين البقية فرق، لا زالت مسيطرة على مقدمة الشوط. عادت العاصفة من جديد بالشاهينية لتحتل المركز الأول لتسيطر على القمة. الشاهينية هجن العاصفة ثلاثية أو ثنائية على المقدم في هذه اللحظات، الشاهينية والشاهينية والشاهينية لهجن العاصفة. بينما المركز
المركز الرابع الشاهينيه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم هنا مع عبيد بالضبيعه. هكذا النتيجه، هكذا هي الانطلاقات، التحديات وهجن العاصفه ما شاء الله تبارك الله من جديد تعود لتسجل انجازات وتحديات ونواميس بعدما سجلت نقطتين في اول اشواطنا الصباحيه. هنا تبدا مع الابكار المحليات الاصايل تغادر بالناموس، تغادر الى حيث الناموس ما شاء الله. الشاهينيه والشاهينيه اصبحن على مقدمه الشوط في هذا اللقاء، في هذا اللقاء المرتقب دائما في كل مشاركات سن اللقاية والجماهير المتعطشه لهذه المتابعه الدائمه لكل الهجن الاصايل، ولكن هجن العاصفه تخطف الاضواء في كل المشاركات. تانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز الشاهينيه بالمركز الاول، والتهنئه لعشاق ومتابعي شعار هجن العاصفه بالمركز الاول والثاني. المركز الثالث الشاهينيه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، رابعا هجن ند الشبه تتقدم، وخامسا سرابه من هجن الرياسه. هكذا كانت النتيجه مشاهدينا الاعزاء، حاضره في تحديات هذا الشوط باللقاء والود والناموس. عوده الى التوقيت الزمني ولحظات الوصول الى خط النهايه، هنا لحظات وصول الشاهينيه بست دقائق 11 ثانيه سبع اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لجن العاصفه وللمضمر غياث الهلالي المركز الثاني. ايضا الشاهينيه ست دقائق 12 ثانيه جزئين من الثانيه، تهانينا كذلك لجن العاصفه والى غياث الهلالي. بينما المركز الثالث كان الحضور من الشاهينيه بست دقائق 12 ثانيه وثمان اجزاء من الثانيه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عبيد بن محمد بالضبيعه.